من أجمل مدن أوروبا، براغ عاصمة التشيك، فيها معالم كتير جدا بتفكرك بالعصور الوسطى، من أجملها تشارلز بريدج اللي أنا واقف عليه دوت، واللي بيعدي فوق البلتوفا ريفر. في نص اليوم رحنا أكلنا في مطعم اسمه توكا. المطعم ده فيه حاجة حلوة جدا، فيه تشالنج كل ما تعمل بول أب تاخد ديسكاونت على كل عدة 1% ديسكاونت. أنا قلت أجرب أشوف هعمل كام بول أبس وأخد قد إيه ديسكاونت. هنا كنت بقول للراجل تعرف تعد لحد كام وعايز نوصل لكام عدة وقد إيه ديسكاونت، بس أنا وصلت لغاية 14 وكنت شايف. البرجر كانت حلوة، الفرايز مكانتش حلوة، كان فيها طعم مش كويس، بس اوفر اول التجربة عجبتني. التشالنج حسسني بالإنجاز،